إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أهلا أعزائي طلبة أول متوسط في يونت 3، وموضوع المضارع التام البسيط present perfect simple، present مضارع perfect تام وsimple بسيط، وهذا الزمن يستخدم للتعبير عن حدث تم في الماضي دون الإشارة إلى وقت حدوثه، والقاعدة مالته have has be، يعني هنا فاعل subject و have أو has be. EP يعني واختصار past participle تصريف الثالث للفعل، واللي هو العمود الثالث في كتاب النشاط في تمرين صفحة 31 للأفعال الشاذة. ها هي صفحة 31، وعندنا هنا عندنا past participle اللي هو التصريف الثالث، infinitive يعني المصدر يعني المضارع هذا، والماضي past هذا، والتصريف الثالث يعني هذا التصريف الأول المضارع وهذا الماضي الثاني، وهذا يسموه التصريف الثالث. طبعا مثل ما نعرف الأفعال تنقسم إلى قسمين، قياسية وشاذة. قياسية اللي من نحولها للماضي شو نضيف لها؟ ايدي، كوك كوكد، كلين كلين، بينت بينتد، توك توك، ميكس ميكست، هذه الحد الخط، هاي كلها قياسية. بالماضي وبالتصريف الثالث نضيف لها ايدي فقط. اما الشاذة فتحفظ يعني سي يصير سو، سين، هير هيرد هيرد، جيف جيف جيفن، الى اخره، مثل ما حاليا انتو في الكتاب. فهذا الجدول لازم تحفظوه، خصوصا التصريف الثالث هذا العمود الثالث لازم يحفظ تصريف الثالث. أما القياسي طبعا ما يحتاج حفظ، فقط هذا الأفعال الشاذة فقط، لأن هذا يفيدنا بالمضارع التام اللي هو موضوعنا اليوم. ومثل ما قلنا الأفعال القياسية نضيف إلى أيدي من نحولها من المضارع إلى الماضي أو التصريف الثالث، والشاذة تحفظ. لاحظ مثال الأفعال القياسية play بالماضي، play يعني مضارع، وهذا played ايدي ضفنا له بالماضي، والتصريف الثالث ايضا راح اضيف له ايدي. work يعمل، worked، worked، شوف هذا القياسي فقط ايدي. الشاذة اللي قلنا نحفظها الجدول اللي هو في الاسفل، مثلا سي سو سين، سي يرى سو سين، تصريف الثالث إذن سين، وهذا راح نستخدمه في القاعدة، قلنا هاب هاس بي بي. وعندنا جيف جيف جيفن مثلا وغيرها من الأفعال. طبعا في النفي نضع نوت بعد الهاب، بعد الهاب والهاز نخلي نوت، تصير هافنت وهازنت، يو هافنت كلين ذا روم، أنت لم تنظف الغرفة. بالسؤال الهاف والهاز نقدم مع الفاعل، صير هاف يو كلين ذا روم، هل نظفت الغرفة؟ إذا أريد أرجع هاي مثبتة شو أسوي؟ أقول يو هاف كليند، يو أطبق القاعدة، يو هو الفاعل وهاف هاز بي بي. نروح إلى تمرين صفحة 43. قول use the past participle، استخدم التصريف الثالث. drink يشرب، eat يأكل، give يعطي، و see يرى، و take يأخذ، و go يذهب. إذن إيش راح أسوي؟ راح أسوي تصريف الثالث من عدن. drink يصير drunk، you هذا يصير، eat يصير eaten، give given، see seen، take taken، go سير gone. شلون اخليهم بالفراغ حسب معنى الجملة؟ Lin is not hungry because he has، طبعا نسينا نذكر انه he she it تاخذ has، و I we they you تاخذ have.
يعني شوف القاعدة هنا هاف وهاز بي بي. الهاف إذا كان الفاعل I with you أو أي فاعل جمع، والهاز مع هي وشي وإت أو أي فاعل مفرد. فهنا نقول because he has فراغ 3 burgers، هو ليس جائع لين ليس جائع because he has eaten، لأنه أكل. وهذا has و eaten هو التصريف الثالث، صار مضارع تام. Eaten E-N. Mrs. Archer is very happy because Lynn has فراغ her summer flowers. إذن السيدة أرشر سعيدة جدا لأن لين هاز. ليش خلينا هاز بالمضارع التام؟ لأن لين مفرد. هنا ليش خلينا هاز؟ يعني هي أيضا مفرد. قلنا من يكون الفاعل مفرد يأخذ هاز، ومن يكون جامع أو I with you يأخذ هاف. هنا أجي أخلي الفعل التصريف الثالث مال هاي الأفعال بالفراغ. هنا ايش راح أخلي؟ هاز given her، أعطاها some flowers، لأنه أعطاها. give أضيف لها أن، يصير تصريف ثالث. إذا هي سعيدة لأنه أعطاها بعض الورود. I'm sorry Gwen and Lynn aren't in. أنا آسف Gwen ولين ليسوا في المنزل. they have فراغ shopping. أيضا هنا شوف لاحظ قلنا هاف هذا الفاعل they جمع ياخذ هاف. ايش راح اخلي؟ they have gone shopping، ذهبوا للتسوق. for have you فراغ my book. لاحظ هنا الهاف تقدمت على الفاعل، قلنا بالسؤال الهاف والهاز تتقدم على الفاعل، يصير have you my book. have you ايش راح اخلي؟ seen، هل رأيت كتابي؟ Have you seen my book? asked Mr. Archer. I can't find it. لا أستطيع إيجاده. I think Gwen has. أيضا هنا Gwen مفرد أخذت has. فراغ it to her room. said Mrs. Archer. أعتقد أن Gwen قد أخذته taken. has taken. has taken. وهذا المضارع التام. إلى غرفتها. said Mrs. Archer. قالت السيدة Archer. 6. No more tea. لا مزيد من الشاي. Thank you. شكرا. said Mrs. Archer. I've هنا انتبه. I've يعني I have. I've يعني I have. فراغ. 3 cups this morning. I've drunk. لقد شربت 3 أكواب من الشاي هذا الصباح. I've drunk. إذن هاي حول الـ I إلى U.